تمام زين. Recording in progress. طيب النهارده ان شاء الله هنتكلم على تطبيقات ممكن تساعد في الشغل المعماري بشكل حلو قوي، وبتعتمد على الذكاء الاصطناعي، بتعتمد على الخوارزميات اللي احنا كنا اتكلمنا فيها. من ضمنها مثلا موقع اسمه تيست فيت. تمام، تعال نشوف الموقع ده بيعمل ايه. انا كل شريحة حاطط الفيديوهات بتاعتها بحيث يبقى سهل عليك ان انت تجربها. طيب الموقع اسمه تيست فيت ده، بتديله حتة ارض فاضية وتقول له طب وزعها لي، فيحط لك 100,000 توزيعة. تمام، فتقول له لا انا عايز التوزيعات بتاعتي تكون مثلا على فكرة ان المباني كلها قصيرة ما تزيدش عن 4 ادوار، فيبدأ ان هو يلغي اي ادوار عالية. تقول له لا طب انا عايز اظبطها بالشكل الفلاني، يبدا ان هو يظبطها لك حاجه بالشكل دوت. تمام، الميزه ان انت اي تعديل بتعمله هو بيعدل كل حاجه جوه، يعني انت مثلا عامل باركينج وصغرت المساحه هو اوتوماتيك يبدا يصغر في الباركينج بحاجه قويه جدا ان شاء الله. تمام، فانت عملت التصميم مره واحده، لكن تقدر من خلال ان انت مثلا تاخد كوبري تانيه وتعدل يعمل لك حاجات تانية خالص. انت كبرت الغرف يبدأ ان هو يعيد توزيع الغرف اللي جوه. عملت وانت بتقول له مثلا ايه اهم حاجة، ان كل غرفة فيها حمام، فلو المساحة كبرت ممكن نضيف مطبخ، ممكن نضيف غرفة تانية، لكن لو المساحة قلت مش هيلغي الحمامات. والموضوع سهل جدا وبسيط، وفي الاخر بيبدأ يديك نتائج لتحليل الاستدامة، يقول لك مثلا والله لو استخدمت كذا هتوفر في الطاقة قد كذا. فده من ضمن التولز اللي سهلة، وانصحكم ان انتوا تجربوه، لان هو لما تيجي تبص على السعر بيديك نسخة تجريبية تقدر ان انت تجرب فيها براحتك. طيب يعني خلينا نقول له مثلا ساين ان. فده احنا بنتكلم مش على مستوى شقة، احنا بنتكلم على مستوى مجاورة او مستوى مثلا حي مثلا، فيبدأ ان هو يجيب لك الافضل تقسيمة ليها. تمام، هو حاجة بالشكل دوت بس. هو تقريبا جربت النسخة التجريبية فبيقولي لو عايز تكمل لازم تدفع فلوس وكده. طيب خلينا نشوف الصورة زي كده. انت مثلا بتدي له حتة أرض وتبدأ إن أنت تقول له أنا عايز أقسمها، مثلا يبقى في باركنج يبقى في حديقة وفي كذا. أول ما بتقول له قسم هو بيبدأ يعمل لك الحصر، لو غيرت أي تعديل بيبدأ يعدل لك كل حاجة جوه في ثواني، وفي نفس الوقت بيديك الحاجات الخاصة بالرياح والحرارة والاستهلاك بتاع الطاقة وكل حاجة. يعني انت مثلا حبيت ان انت تعمل شارع في النص فيقول لك لا التأثير ده هيبقى سيء على المبنى. فده من ضمن التولز القوية جدا، ويعني كان عندي نسخة تجريبية فبدأت ان انا اسجل فيديو، فهتلاقوا الفيديو في قلب الشريحة اللي انا قلتها. زائد ان هو بيرتبط مع بعض البرامج، يعني تقدر تستخدمه جوه بعض البرامج، تقدر تستخدمه جوه الريفت، تقدر تستخدمه جوه الاوتوكاد، تقدر تستخدمه جوه السكتش اب، جوه الانسكيب، جوه الاسري. في برامج كتيره جدا اصبح في بلاجن بتقدر ان انت تحط المعلومات زي ما انت عايز. طيب لو جينا نبص كده على اليوتيوب نشوف ايه الفيديو مثلا. بص، مجرد ان هو بيعمل اي تعديل بيبدا ان هو يتعدل معاه الشكل كله، ويبدا يجيب لك نتائج الحصر ونتائج التحليل الخاص بالاستدامه. فده من ضمن الادوات اللي ان شاء الله يعني ايه تبقى سهله جدا معاكم في الشغل. طيب ايه تاني، تعال نشوف كده مع بعض. ده مثلا موقع اسمه ارك ستار، برضه نفس الفكره. انت ممكن مثلا يبقى عندك حته ارض، طب الحته الارض دي عايز توزعها ازاي، فيلل ولا عايز توزعها قطع اراضي ولا ايه، زي ما انت عايز. الموقع كل اللي انت تعمله ان انت بس ايه تحدد له حته الارض تحتك، ويبدا يديك حلول كتيره جدا، ويبدا ان هو يقترح عليك، ويبدا يقول لك كل اقتراح فيهم ايه المزايا وايه العيوب. لو انت خدت بالاختيار دوت هيبقى سعر الارض عامل ازاي، طب لو طلعت ادوار عاليه ده هيبقى فيه
تقدر تبيع افضل ولا لا. طب لو في حديقه في النص، طب لو خليت الحديقه في الجنب، فبيبدا يديك دراسه لموضوع تقسيم الاراضي. طيب طيب في بقى موقع اسمه كونكس. موقع كونكس ده على فكره اللي عامل موقع مصري، تمام؟ يعني هو الموقع دوت من المواقع المصريه الجميله جدا، يعني هيعجبكم ان شاء الله. ده عباره عن ايه؟ ان انت بتختار مشروع، وهو المفروض ان هو يبقى في كل العالم، لكن هو حاليا مركز على السعوديه، مدخل هو بيانات السعوديه. الذكاء الصناعي بيقوم بجزء كبير قوي على الداتا، المعلومات الانفورميشن اللي احنا بنديها له، وجزء تاني على الخوارزميات. لو انت عامل خوارزميات حلوه لكن الداتا اللي عندك قليله، هيبقى الناتج ضعيف. انما لو انت حاطط بقى داتا حلوه مع خوارزميات كويسه، هيديك ناتج كويس. ولذلك ده اللي ادى قوه لشات جي بي تي، تمام؟ ادى قوه لشات جي بي تي ان هو ادوا له داتا كتيره جدا، ربطوه بداتا كتيره جدا، اشتروا داتا من مواقع كتيره. مثلا مارك زوكربيرج عمل حاجه اسمها لاما، معتمده برضه على الذكاء الاصطناعي ومعتمده على المعلومات اللي عنده في الفيسبوك. جوجل لما عمل جوجل بارد ما بداتش من الصفر، ادت كل الداتا اللي عندها، لدرجه ان هي ادته الداتا الخاصه بالمستخدم نفسه. يعني لو انت، تعال نبص كده مع بعض نفهم ايه القصه ونفهم ايه خطوره الموضوع ده. ان جوجل بارد عنده امكانيه في اختيار كده، لو انت اخترته يشوف الايميلات بتاعتك ويرد من خلال الايميلات. يعني انت بتساله سؤال فيرد من خلال المعلومات اللي هو يعرفها من خلال الايميلات اللي انت كتبتها طول حياتك، ودي من الحاجات الخطره جدا. تمام، فدي من ضمن الحاجات البلاج الاكستنشن اهيت. تمام، طيب بيقول لك ايه؟ انا هاخد، لو انت سالتني سؤال انا هستعين بجوجل فلاي، ده خاص بالطيران. يعني لو انت قلت له ايه، انا اليومين دول زهقان من الشغل وعايز اسافر وعايز اعدي على 4 دول ومصرفش اكتر من $1000 مثلا، فيبدا ان هو يخش على جوجل فلاي ويحجز لك التذاكر، ويقول لك من الساعه كذا للساعه كذا هتروح فين. والحاجه التانيه جوجل هوتيل، الفنادق، تمام؟ يقدر يحجز لك التذاكر ويقول لك بكام والسعر والحاجات دي كلها. دي كلها ادنس او حاجات اضافيه بتحطها على جوجل بارد عشان يخصص لك الاجابه. جوجل مابس هيطلع على كل الرحلات وكل الحاجات اللي انت مشيتها، وتقدر تساله اي سؤال يجاوب من خلال جوجل مابس. اليوتيوب يقدر يطلع على اليوتيوب ويجيب لك الاجابه من قلب التكست اللي بتكتب سبتايتل على اليوتيوب. في حاجه اسمها جوجل ورك سبيس انا مش مفعلها، دي عباره عن ايه؟ ان لما اساله سؤال يجاوب من خلال الايميل بتاعي الجيميل، من خلال الدرايف. يعني لو انا حاطط السي في على الدرايف وسالت سؤال خاص بكده، يبدا ان هو يطلع عليه ويجاوبني من خلاله، من خلال الدوكيومنتس الوورد والاكسل والباوربوينت وكل الحاجات ديت. تمام، ايه رايكم؟ نفعل الاختيار ده ولا ما نفعلهوش؟ الاختيار ده هيدي قوه اكتر للاجابه ويخليها مخصصه ليك انت، لكن هيطلع على كل اسرارك بشكل انت نفسك هتبقى خايف منه، كان واحد عارف كل اسرارك وانت بتدردش معاه. تمام، يعني لو تعال نشوف بقى الناس موافقه ولا مش موافقه. تحمل الخصوصيه، مظبوط. وبعدين ممكن المعلومات دي بسبب غلطه تتسرب للناس كلها. تمام، ما نفعلوش، خلاص انا اسمع كلامكم ومش هفعله. طيب نرجع تاني هنشوف الموقع ده مع بعض، تمام؟ بس واحنا بنشوفه خلينا نشوف كده اختيار حلو وجديد لسه متفعل قريب في ال جوجل درايف. انا شغال على سلايد بتاعه، في حاجه اسمها انسيرت ايمج، ماشي؟ ماشي، لا سجل سجل، تمام. insert image، في حاجه طلعت جديده ما كانتش موجوده المحاضره اللي فاتت، دي لسه ضيفانا جديده. create image with dot AI، يعني ايه؟ يعني هيعمل لي الصور تمام، اكتب له اي حاجه وهو يعمل لك الصوره بتاعتها ويحط لك في الباوربوينت بتاعك.
يعني انت بتعمل باور بوينت محتاج حاجه معينه، فتقول له اعمل لي الصوره دي، فيعمل لك الصوره. تمام، اقول لكم مثلا الكلمه دي. اهو ماشي، وتقول له بقى انا عايز انا ستايل مثلا، وتقول له كرييت، يبدا هو يعمل لك صوره. الصوره دي خاصه بيك، ملهاش حقوق طبع. تمام، تقدر تستخدمها في البرزنتيشن بتاعك بدون اي مشاكل خالص. دي من ضمن الحاجات الجديده اللي لسه نازله في جوجل سلايد. تمام، بيقول لك خلال 20 سنه هيبدا يعمل لك صوره، او عمل لك كذا صوره تقدر تختار منهم. تمام، طيب تعالى بقى نبص كده على كونكس. تمام، ده زي ما قلنا ده نوع من انواع الذكاء الصناعي. هتدي له حته ارض وتقول له قسم لي الفيلا. تمام، اخترت السعوديه، هتختار بقى كام دور، في روف ولا مفيش. تمام، وتدي له بقى العنوان. تمام، كل حته ارض بيبقى لها رقم، فبتدي له رقم او تبدا انت ترسم الحدود بتاعتها، فيبدأ يعمل لك التصميم ويديك مثلا 20 تصميم وانت تختار منهم. تمام، دي من ضمن الحاجات اللي في الذكاء الصناعي رهيبة جدا، لان هو مش معتمد. يعني في بعض البرامج الغلط اللي هو بيجيب لك مثلا 500 600 صورة معمولين من قبل كده ويعرضهم عليك، انما هنا لا، ده هنا بيعمل لك الحاجة اللي ليك انت. تمام، تقدر تغير الاسم، تقدر تختار الدولة لو انت عايز تغير. وتبدا بقى تحدد حدود، ممكن يكون مثلا انت عندك الحدود بتاعتك مستطيل، مثلث، زي ما انت عايز. زي ما انت عايز يبدا يديك بقى اللوح اوتوكاد، تقدر تحملها اوتوكاد وتعدل عليها عندك على الجهاز، وتقدر ان انت ترفعها له تاني بعد ما تخلص. بالشكل دوت هو بيعمل خوارزميات تبدا انها تشتغل، وتبدا انها تديك اقتراحات كتيرة. طب الحمام هيبقى فين؟ طب غرفة النوم فين؟ طب وكل الحاجات دي يبدأ ان هو يجاوب عليها. ماشي، تمام. طيب، من ضمن برضو الأدوات القوية جدا في الذكاء الصناعي كونكس اهوت، او ده اللي هو كونكس، يبدأ ان هو يديك اقتراحات كتيرة، تبدأ انت تختار منهم الحاجة اللي انت عايزها. تقول له كرييت نيو بروجكت، انا عايز أبدأ مشروع جديد. تمام، اكتب اسم المشروع، ستارت ستارت عمر. جميل ان يبقى عندنا ناس شغاله في الذكاء الاصطناعي، مش مجرد ناس بتستهلك، لا ده ناس هي اللي عامله الموقع دوت. طيب، من ضمن الادوات التانية برضو موقع اسمه بلينري، ده بيساعدك ان انت تعمل العقد بتاع البيم، اللي هو البيم اوبشن بلان. يعني بيبدأ يسألك بعض الأسئلة ومن خلاله يبدأ إن هو يعمل لك العقد. يقول لك مثلا والله المشروع ده مثلا اسمه إيه، طب المطلوب فيه إيه، طب الاستدامة مطلوب فيها تتعمل بالليد ولا بالبريم ولا وهكذا. بيسألك بعض الأسئلة من خلاله يقدر إن هو يحدد لك أنسب حاجة إيه بالنسبة لك، ويكتب العقود اللي بينك وبين الناس. ده موقع اسمه بلينري، هسيب لكم الرابط بحيث لو حد عايز يجرب كونكس او عايز يجرب البلينري. طيب، في موقع تاني اسمه دوكومنت كراش، ده عبارة عن ان هو لو عندك اي عقد تقدر ترفعه على الموقع دوت،
هو الذكاء الصناعي يبدأ يدرسه لك ويبدأ يقول لك إذا كان في مشكلة ولا لا. كل واحد من دول أنا كاتب لك سايب لك الفيديو بحيث لو أنت عايز إيه تدخل فيه بالتفصيل. طيب تعالى بقى نشوف بعض الحاجات الخاصة بالجغرافيا بتاعت المكان. أنت لسه هتبدأ تختار المشروع، فبتلاقي بعض البرامج اللي بتسهل عليك الموضوع دوت. على سبيل المثال تعالى نشوف الموقع دوت. ده بتقدر تختار المكان اللي انت عايزه، يروح هو جايبه لك في ال يجيبه لك 3 دي، تقدر تشتغل عليه في قلب الريفت، تقدر تشتغل عليه في قلب الاوتوكاد. عامل لك ايه 3 دي لاندسكيب فور اركتكتشر، يعني انت عايزه اوتوكاد حمل اوتوكاد، عايزه ريفت بيم يحمله لك، تقدر تشتغل بيه ريفت او اركيكاد او راينو. تمام، تقدر تقول له انا عايز اشوفه بالاشجار بكل حاجه، يبدا ان هو يحمله لك. مجرد بس حدد المنطقه اللي انت عايزها يبدا يجيب لك الجغرافيه بتاعتها، تقدر تعمل لها داونلود. حد عنده اي اسئله او حابب ان احنا نرجع على حاجه زي ما انتوا عايزين؟ طيب احنا اتكلمنا على تيست فيت قبل كده، واتكلمنا على السبيس ميكر اللي هم غيروا اسمه. تمام، طيب خلينا نشوف ايه تاني اللي معانا. طيب الموقع ده لازم كلكم تجربوه، ده من افضل المواقع اللي الواحد يشتغل عليها. الموقع اسمه هايبر، ده عبارة عن ايه؟ انت بتديله بس الموديل اللي انت عايزه وتقدر تعمل موديل عليه، يعني تقدر تقول له انا عندي المبنى ده على شكل سداسي سباعي. تمام، يبدا بقى يعمل لك كل الاناليسز اللي انت عايزه. عايز مثلا تعمل سايت ديفلوبمنت ماشي، عايز تعمل حاجه خاصه بالتكييف ماشي، عايز تعمل حاجه خاصه بالرياح والظلال والحاجات دي كلها برضو ما عندوش اي مشكله خالص. موقع جميل جدا، ويعني تقدر تكلمهم تاخد نسخه خاصه بالطلاب وتشتغل بيها مجاني بدون اي مشكله خالص. بتحدد بس حته الارض وتبدا تحدد حدود المبنى بتاعك، ويبدا ان هو يعمل لك 3 دي، ويبدا يعمل لك كل الاناليسز اللي انت ممكن تحتاجها. ممكن تقول له تراي فور فري او ريكوست قديمه. تمام، طيب تعالى كده نلغي الصوت واقول له اسرع شويه. اه بيقول لك ارسم بس ايه حدود المبنى، وهو هيبدا يشوف المباني اللي حواليك وارتفاعها والحاجات دي كلها، ويبدا يعمل لك اناليسز ليها، سواء استراكشر ميكانيكال اركتكتشر كل حاجه، بحيث يقدر يديك المعلومات الكامله عن الاناليسيز للمبنى بتاعك. الميزه ان هو معتمد على الاوبن سورس. تحدد المكان هيديك المساحه قد ايه، طب عدل الادوار يبدا يجيبهم لك، يبدا يجيب لك كل المعلومات اللي انت ممكن ان انت تحتاجها. اذا تقدر تنشئ المبنى من خلال تديله معلومات من الاكسل ان انت عندك كام دور، تديها له برمجه، تديها له ترسمها انت مانيوال زي ما انت عايز. تمام، فده من ضمن المواقع القويه جدا. تقدر تقول له لوج ان، تمام نقول له ساين ان. بيقول لك انا ممكن اقعد اعمل لك فيديوهات شرح ليها، او الورك فلو الخطوات اللي انت هتبدا بيها وتشتغل عليها، او ابدا اشتغل. يعني لو انت سمعت الفيديوهات وسمعت الشرح وعايز تشتغل اوتوماتيك مفيش مشكله. تمام، بيقول لك ممكن تخش بايلوت. بايلوت يعني مشروع تجريبي، يشرح لك الخطوات اللي انت تعملها عشان تبدأ تعمل الاناليسز للمشروع بتاعك.
ممكن مثلا نبدأ بمشروع زي كده. تبدأ بقى تحدد الفيو، المكان اللي انت عايزه، تقدر تعمل مبنى صغير، تقدر ان انت تقول له عايز اعمل اناليسيس. هي خطوة خطوة، يعني هو كل مرة يقول لك ايه الخطوة اللي قدامك، كذا لازم تعمل كذا، في الاخر تلاقي كل يقول لك بقى عايز تعمل اناليسيس دي ايه، وانا اجيبها لك على طول. هو هنا بيحسب كل حاجة اهوت، ويبدأ يظهر لنا الخريطة، وتقدر تقول له بقى انا عايز اشوفها 3D او 2D. تمام، يا ريت الناس كلها تجرب الموقع دوت، لان هو يعني منتهى السهوله ومنتهى الفعاليه، وهيفيدنا كتير جدا في الشغل.